صباح الخير طلابي الأعزاء، نكمل محاضرة. قلنا وصلنا إلى Sublime Functions، قلنا عدنا لتكون مجموعة من النقاط اللي هي الـ XI معطات، اللي بحيث A أصغر أو يساوي X1، X1 أصغر من X2، X2 أصغر من XN، و XN أصغر أو يساوي B. هنا A و B هي نهاية الفترة. في العادة تعطى الفترة AB هي نفسها X1 و XN، يعني A هو X1 و B هو XN. الكيوبك سبلاين يعني من اسمه كيوبك، يعني يا درجة الدرجة الثالثة. السبلاين قلنا كأنه عندنا سيم ودن مشي بهذه النقاط. إذا هنا كيوبك سبلاين راح نسميها S of X. ضمن الفترة AB تمتلك منه بريك بوينتس أو يسموها نوتس اللي هي XI. هذه النوتس إيش تمتلك؟ تمتلك الخواص التالية. أولا يقول لك ضمن كل فترة، يعني A إلى X1، X1 إلى X2، Xn-1 إلى Xn، Xn إلى B، S of X هي بولينوميال من الدرجة أصغر أو تساوي 3، يعني قد تكون 3 فإذا هي كيوبك سبلاين، أو تكون 2 هي كوادراتيك سبلاين. طبعا أنا أشرح لكم بالمحاضرة الكيوبك سبلاين وال كوادراتيك سبلاين، مطلوب من عندكم أن تدزولي تقرير ما يتجاوز صفحتين. الخاصية الثانية S of X، S dash of X، S double dash of X لازم تكون مستمرة ضمن الفترة AB. في حالة عندنا نقاط X1 Y1 إلى Xn Yn راح نقول S of X هو cubic interpolating sublime function for this date. شو وقت؟ إذا S of XI تساوي الـ YI، وهذا ذكرناه سابقا أنه البولينوميال قد النقاط المعطاة تحقق الـ YI نفسه، I من 1 إلى N. زين راح نشوف الآن أنه قلنا بنرجع إلى المشكلة اللي ذكرناها سابقا، هي اختيار interpolating function S of X. لازم قلنا شو تسوي؟ minimize the integral اللي هو منو التكامل من X1 إلى Xn، absolute value المشتقة الثانية للpolynomial تربيع dx. هنالك حل وحيد فقط لهذه المسألة، الحل هو S of X هو cubic interpolating sublime function، و and moreover لازم شي يحقق المشتقة الثانية للpolynomial عند نقطة البداية X1 تساوي المشتقة الثانية عند للpolynomial عند نقطة النهاية Xn، ولازم شي تكون صفر. ليه صفر؟ أو شنو معنى إنه المشتقة الثانية تكون صفر؟ هنا هذا sublime function يحقق هذني الباوندري conditions يسمون natural cubic sublime functions، والحل انه نبسط المسألة الى natural cubic interpolating sublime function. راح نبين شون نبني هذه الدالة مال الانتربوليشن. هذه الحدود ممكن ان can be given by looking when ننظر الى الphysics of bending thin beams. مثل ما قلت سابقا من نجي نلوي او نعكف هذا البيم السيم flexible material ويمر من خلال كل النقاط. هنا إلى يسار الـ X1 يعني قبل نقطة البداية، وإلى يمين الـ Xn إلى بعد نقطة البناية، هذا شي يكون السيم straight يعني يكون عدل. ليش؟ لذلك المشتقة الثانية إليش تكون صفر. هذا هو المقصود بالخاصية اللي ذكرناها هذا أعلى. نجي الآن شلون نبني الانتربوليتنج سبلاين فانكشن. راح نقول حتى نسوي برزنتيشن مور سبيسيفيك، راح نفترض عندنا هذه الداله التاليه، النقاط التاليه x1 y1 x2 y2 x3 y3 و x4 y4، اربع نقاط عندي بحيث x1 اصغر من x2، x2 اصغر من x3، و x3 اصغر من x4. then on each of the intervals at كل من هذه الفترات، من هي الفترات؟ اجينا جزئنا x1 y1 x2 y2 هاي فترة، x2 y2 x3 y3 هاي الفترة الثانية، x3 y3 x4 y4 هذه هي الفترة الرابعة. S of x شبيها هي cubic polynomial. ناخذ المشتقة الأولى للS of x هي cubic polynomial،
وال S dash of X هي linear polynomial. بس هنا لحظة اكو خطأ بالطباعة اعتقد، لانه ضمن الفترة الاولى ال S of X هي cubic polynomial، معناها ال S dash of X شبيهة quadratic polynomial. اوكي ال S double dash of X هي linear polynomial. زين راح نشوف هنا نجي نرمز mi هو المشتق الثانية للبولينوميال عند النقطة xi، يعني m1 هو المشتق الثانية للبولينوميال عند النقطة x1، m2 هو المشتق الثانية للبولينوميال عند النقطة x2، وهكذا. نجي هسه ناخذ الفترة x1 x2، معادلة او ما هي المشتقة الثانية للx؟ هي x2 minus x في الm1 زائدا x minus x1 في الm2 على x2 minus x1، حيث الاكس هي بين من؟ بين الاكس 1 والاكس 2. هذا منين جبناه؟ هذا الميل. ليش؟ لانه احنا قلنا المشتقة الثانية شبيهة هي linear polynomial، فما دام linear polynomial هذا هو القانون مالته، قانون بسيط ما بيشي اللي هو نفسه قانون الميل. زين نفس الكلام اذا نجي هنا لو حتى نوجد هاي من هي عندي s double dash of x المشتقة الثانية، حتى نوجد ال s of x يعني ايش اجي اسوي؟ اكامل مرتين. نتيجة التكامل مرتين راح اشوف x2 minus x صار التكعيب، وانضاف عندي c1x وانضاف عندي c2 اللي هم ذولا من هم اللي هم يسموهم ثوابت التكامل. هنا نشوف s of x1 لازم يساوي y1 و s of x2 يساوي y2، وهذا الشرط اللي قلناه بالبداية حتى نسوي interpolation. زين راح هذا راح نسميه ستار، هذا نسميه ستار. زين بالتالي لو نشوف هنا s of x صارت x لو نفس الشيء سنجي نسوي المن سهل، شريد نريد نوجد الثوابت c1 و c2. فبما انه عندي ال s of x1 هو y1 وال s of x2 هو y2، شوف هنا اجينا s of x عوضنا طلعت لي بهذا الشكل اللي هو حتى نوجد ثوابت التكامل c1 و c2، فطلعت هذه هي البولينوميال شبيهة للx x1 x2. شوف x2 minus x تكعيب في الm1 زائد x minus x1 تكعيب في الm2 على 6 x2 minus x1 زائد يعني هذا اللي هو c1 y وهذا هو ال c2 بعد ما وجدنا. زين نشوف هل هذا يحقق هذا الشرط؟ نعم. الآن لو تجي تعوض بدل x x1، لو تجي تعوض بدل كل x x1 x2 minus x1 تكعيب على x2 minus x1، فهذا راح ويا من؟ ويا هاي صارت تربيع صح، x1 minus x1 هذا راح صفر. زين نجي هنا x2 minus x1 x2 minus x1 ايضا هذا راح ويا هذا، وهذا الحد هو صفر، و x2 minus x1 على 6 x2 minus x1 m1 هذا ايضا راح يروح، لان x1 minus x1 راح يشوف x2 minus x1 في x2 minus x1 تربيع نفسه، هذا تربيع على 6 على 6، هذا موجب هذا سالب، واحد اكل الاخ. فش بقى عندي؟ بقى عندي فقط s of x1 يساوي y1. طبعا نفس الاسلوب لو تعوض ال y2 ايضا راح تحقق. اوكي سويها بيدك رجاء، اكتب الاشتقاق او الخطوات بيدك وراح تشوف شلون طلع عندنا هذا ال s of x. راح نجي نفس الشيء نعيده للفترة x2 x3، شوف نفس الشكل صار عندي x3 minus x تكعيب m2 x minus x2 تكعيب m3، نفس الشكل الأعلى لكن للفترة x2 x3، أيضا نفس الكلام للفترة x4 x3 x4. هذا لاحظ منها أنه إحنا ما نعرف قيمة المشتقة الثانية اللي هم من هم المشتقة الثانية m1 m2 m3 m4. إذن الفورمولا هاي اللي كتبناها فوق تضمن إنه ال s of x وال s double dash of x شبيهة continuous ضمن الفترة منو x ما بين x1 و x4. على سبيل المثال
نجي على الفورميلا مال ضمن اكس 1 واكس 2 راح تحقق لي قلنا اس اوف اكس 2 تساوي الواي 2 شفناها، وايضا المشتقه الثانيه عند الاكس 2 راح تطلع لي ام 2 ضمن الفتره اكس 2 اكس 3 راح نشوف اس اوف اكس 2 يساوي واي 2 اس دبل داش اوف اكس 2 شي يساوي ايضا ام 2 مو هنا نشوف الاس داش اوف اكس كونتينوس عند الاكس 2 والاكس 3 لذلك شنو معنى continuous؟ معناه المشتقة الأولى للبولينوميال عند الاكس 2 زائد 0 تساوي المشتقة الأولى للبولينوميال عند الاكس 2 ماينس 0 وكذلك للاكس 3. هذا الشيء يعني انه الليمت للمشتقة الأولى للبولينوميال عندما اكس تقترب من اكس 2 من أعلى تساوي الليمت عندما اكس تقترب من اكس 2 من أسفل، ونفس الشيء هذا يتحقق وين؟ للاكس 3. لذلك حتى نبسط تمثيلها راح نفرض انه النقاط شبيها مقسمه بالتساوي، يعني x2 هي x1 زائد h، x3 هي x2 زائد h، معناه x3 هي x1 زائد 2h، x4 هو x1 زائد 3h، h هي منو؟ هي المسافه بين النقاط. لذلك ايش صار عندي؟ صار عندي الفورميلا السابقة اللي أخذناها صار بالمقام ايش عندي؟ H. أوكي؟ H. ليش؟ لأن كانت تتذكرون X2 minus X1 هنا X2 minus X1 فصارت إذن هذه للهاي وين ضمن الـ X1 و X2. نفس الكلام يتحقق عندما تكون الفورميلا للفترة X2 X3 وكذلك للـ X3 X4. بدون ما نروح بالتفاصيل مال الرياضيات راح نشوف انه هذه التو ستار اليمينية التو ستار هذه اللي حكينا عنها راح نشوف هذه شو تحقق لي. راح يصير عندي h على 6 m1 زائدا 2 h على 3 m2 زائدا h على 6 m3 شي يساوي y3 minus y2 طبعا دولة عندي على h h عندي. اذا هاي هسه المعادلة بيها من المجاهيل M1 و M2 و M3 وهذه المعادلة هي منو H على 6 M2 زائد هذه أيضا عندي هنا معادلتين كم مجهول أربعة من هم المجاهيل M1 M2 M3 و M4 إذن عندي معادلتين بأربعة مجاهيل. نشوف هذا الكونديشن اللي أخذناه قبل شوية مال المشتقة الثانية عند الاكس شنطاني انطاني ترى ام 1 يساوي ام 4 يساوي صفر. اذا تذكرون قبل دقائق قلنا انه هذا السبلاين فرضناه بنقطة البداية ونقطة النهاية هو صار خط مستقيم عدل، لذلك المشتقة الثانية الى صفر والام هي منه هي المشتقة الثانية، فلذلك بما انه ام 1 وام 4 هم صفر فاذا اشبق منه عندي المعادلتين مجهولين هم ام 2 وام 3 معادلتين مجهولين نقدر نحلها بأي طريقة من الطرق اللي ما أخذها ووجدنا الحل. راح نأخذ الآن مثال نعتبر عندنا هذه النقاط X1 2 3 4 وهاي الواي مالتها هنا الاتش جيد هو 1 ليش لأن 2 ماينس 1 1 3 ماينس 2 1 4 ماينس 3 1 إذن مجرد تعوض بذيك الفورمل اللي أخذناها على بدل ال h قيمة واحد صار عندي معادلتين هذا شكلهم 2 على 3 m2 زائد 1 على 6 m3 يساوي y3 minus 2 y2 زائد y1 هذول y3 y2 y1 موجودين عندي فإذا تساوي ثلث ومنها عندي 1 على 6 m2 زائد 2 على 3 m3 أيضا y4 minus 2 y3 زائد y2 أيضا موجودين هذول منها أخذناهم فطلعت لي 1 على 12. الآن عندي معادلتين مجهولين هم M2 و M3 نحلهم ويطلع M2 نصف والM3 صفر. هذا ينطينا إذن الفورمولا النهائية. فنجي الآن لكل فترة بين الواحد والاثنين من هو بين الواحد والاثنين قلنا X2 minus X تكعيب في M1 M1 إيش قد قيمته صفر زائد X minus X1 تكعيب في M2 M2 وجدنا القيمة مالته اللي هي نص زائد x2 minus x في ال y1 من هي عندي ال y1 زائدا x minus x1 في ال y2 على h h هنا 1 ناقص h على 6 x2 minus x في ال m1
ام 1 0 وهكذا. إذن راح احصل على معادلة بهذا الشكل. بعض الكتب او المصادر راح تلقي ينطيك الاس بهذا الشكل ويعتبر ذولة مجاهيل ويوجد او يحلهم باعتبار هذا اي اي بي اي سي اي ويحلهم. وهنا معادلة من الدرجة الثانية الثالثة شوف اكس ماينس واحد تكعيب اكس ماينس واحد معناه اكس ماينس واحد تربيع اشقد المعامل مالته مضروبة بصفر. اوكي فنفس الشيء راح نعيد بين الفترة 2 و 3 ايضا عوضنا راح تطلع لي الاس اوف اكس بهذا الشكل اللي امامنا. شوف هنا هذا اي اي بي اي سي اي دي اي شوفوا اكس ماينس 2 اكس ماينس 2 بس رجاء هاي اتمنى ان تتحققوا لي اعتقد اكو خطأ بالطباعة اللي هو اكس ماينس 2 وليس اكس ماينس 1 لانه لو تباوعون هنا احنا هي هاي منو اكس ماينس نقطة البداية المفروض مثل ما هنا نشوف اكس ماينس 1 اكس ماينس 1 ليش لان انا ايش دا اوجد الفترة للواحد نفس الكلام هنا. اذا من دا اوجد هنا الاثنين فاذا شوف اكس ماينس 2 اكس ماينس فاذا قلت لكم بعض المصادر او الكتب يوجد هذول المعاملات اللي هو نفس اسلوب الحل. شوف هسه بين 3 وال4 سالب 1 على 12 اكس ماينس 4 زائد 1 على 4. اتمنى ان تتحققوا لي من هذني الاس اوف اكس لكل فتره هل طلعت صح لو بيها خطا بالطباعه. اذا نشوف هاي الداله عباره عن منو عن 1 على اكس الرسم مالتها هذا هو اللون الازرق. شوفه اجى الان هو سوى وجد كيوبيك من الدرجه الثانيه بين هاي النقطه وهاي النقطه فهياته. شوف هنا بين هاي النقطه وهاي النقطه هياته وبين هذه النقطه وهذه النقطه هياته. اذا هذا هو المقصود بالكيوبيك سبلاين انتربوليشن. اوكي ناخذ المثال الاخر لو نشوف هنا بالمثال خلينا نكمل الفيديو الجاي القادم. اوكي okay.